عودنا بهالفترة من السنة ننزل على البحر على الشط نتفرج بالخلجين على البوتس يلي بيكونوا فعلا دريم لكثير من الأشخاص، نتفرج على جماليتهم ونتمتع بنفس الوقت بالبحر. السنة البوت شو رح يكون بمرفق بيروت، كمان هيك رح نتعرف أكثر على مرفق بيروت بهالطريقة. أهلا وسهلا فيك ريان عماد من الـ IFP وحضرتك بروجكت مانجر للبيروت شو. خبرنا السنه شو الجديد بالبيروت شو؟ هالسنه اهم شيء هالسنه نحن نقلنا، صرنا بفانيو جديد، صرنا ببور بيروت الرصيف الاول. الافونتاج تبعه لبور بيروت انه عم بيكون بوسط المدينه، دونك بيستقطب زوار اكثر بكثير، ونحن تعودنا انه داون تاون بيروت على طول هو مش بس للبزنس، للتوريزم، للتسليه، للسهر، دونك عم نكون اذا بدك بقلب بيروت النابض بالحياه، كرمال هيك حبينا انه ننقل لتحت. ونحن نعرف انه بور بيروت يعني مش معودين عليه كثير، هلا رح نتعود عليه وهيك رح نتعرف عليه، لانه يمكن في اشخاص بحياتهم مش نازلين على بور بيروت. اكيد، وهيدي هي السابقه تبعنا هالسنه انه نقلنا عم نعمل ايفينمون كثير كبير ببور بيروت، وهون بدي اشكر اكيد يلي دعمونا بالبور، وبدي اشكر الامن العام، الجيش اللبناني، بلديه بيروت، الليسته كثير طويله يلي ساعدونا عن جد انه نقدر ننجح بهذا المعرض. شو بيكون البوت شو ولمين؟ البوت شو هو لكل العالم يلي على بالهم بحبوا حياه البحريه، اللي بحبوا الاكتيفيتي تبع البحر، السباحه، فيه بوتس اجدى براندز موجودين معنا، في كمان كل شيء اكسسوارات للبحر، شو ما بيخطر ببالك بعالم البحر موجود ببيروت بوت. مش بس بوتس، مش بس بوتس، يعني اذا بدك بتسافري هيك بعالم عن جد بنسيك الوضع يلي نحن عايشينه بلبنان. شو يعني اكسسوارات للبحر مثلا؟ يعني مايويات، هيك ادوات غطس، في عندك مناشف بحر، كل شيء خاصه بال ماركت كامل يعني كله عندك، حتى جاكوزي، في عندك جيتسكي، كل شيء فيك يعني بحر، كل شيء سينونيم للبحر. رح نشوف شوي اجواء السنوات اللي مضيت ونشوف شو بيكون موجود بهالبوت شو. هون كنا على المارينا وهي بوت شو راح يكون باي دات باي موعد؟ من 14 ل 18 كل يوم من الساعه 5 لل 10 ببور بيروت المرفق، بمرفق بيروت الرصيف الاول بير 1. وفي دخوليه طبعا لل اكيد في دخوليه 10,000 لكل اللي بحبوا يجوا يزوروا هذا المعرض. وبحب اقول انه المعرض من تنظيم IFP جروب بالتعاون مع هيئه المعارض ميسي دوسلدورف الالمانيه يلي هي كمان مختصه اذا بدك بتنظيم معارض البوتس لليخوت. شو بيميز معرض بوت عن غير معارض IFP معروفه يعني بتنظيمها للمعارض بلبنان وبالدول العربيه؟ مزبوط، بيروت بوت هو اذا بدك كل شيء بيتعلق بالفخامه، باللوكس، كل شيء ساحر، بياخذك على عالم غير يلي نحن معودين عليه، دونك هيدا اللي عنده بارت فن وبارت بنفس الوقت بروفيشنال، يعني العالم بتحب تنزل لتحت لانه بتكون عم تعمل شغل وبنفس الوقت عم تتسلى، منه كثير جامد مثل غير معارض. بس بالتنظيم شو بتفرق؟ بالتنظيم اصعب بكثير لانه عندك
التنظيم تبعه، بدك تاخذي كثير تصاريح، بدك عندك يلي بيجوا من البحر يلي بيجوا من البر، دونك عندك عده ارياز بدنا نكون مهتمين فيها. مع العلم انه انتم براندز هول اللي عم ينعرضوا، وكل البوتس جداد، يعني ما صح. في مش ماركت للبوتس، هي معرض للنيو بوتس كلهم 2014 او 2015 هلا لازم يكون. مزبوط صح. برعاية رئيس الجمهورية المعرض؟ أكيد نعم، تحت رعايته. هون أكيد بخص بالشكر لفخامة رئيس الجمهورية يلي دعمنا كتير ويلي سهلنا أنه نقدر نعمل هذا المعرض بنجاح، سبيشلي أنه نحن بوضع من بعد كل هالخضات الأمنية والسياسية يلي صارت بلبنان وبالمنطقة، قدرنا نتخطى كل هيدا الشيء وقدرنا نعمل معرض ناجح بهذا المستوى. مين عادة جمهوركم؟ جمهورنا كل العالم اللي بيحبوا البحر، اللي بيحبوا في اعمار معينه هيك بتكون مهتمه اكثر؟ بتعرفي اذا بتحبي شغله بتكون من انت وصغير لواحد وقتها بيكون كثير كبير، يعني ما في عمر معين. مثل ما قلت لك كل محبين الرياضات البحريه، كل يلي بحبوا اليخوت، التسليه، الفن، وكل شيء خاصه لوكس. وبالمعرض في اوفرز على الاشياء، في نقدر نستفيد من هالمعرض؟ الاوفرز اكيد على الاكسسوارات البحريه كله بيكون عامل اوفرز، هيدي اكيد. هلا للبوتس انا بدي اعزمكم تنزلوا تشوفوا تحت، وتحت هن بيعطوكم الاوفرز. فاذا الموعد هو ب 14 الشهر؟ انا بدعي الكل ب 14 الشهر ينزلوا معنا تنقص الشريط ونبلش موسم صيفيه كثير حلوه. من اي ساعه ببلش المعرض؟ 5 لل 10. شو بيكون في خلال هالخمس ساعات؟ رح يكون في اكيد، غير انه بيتفرجوا العالم على الاكزيبيتورز، رح يكون في عنا ارت لونج، هيدي شغله كثير جديده بلبنان. هيدا المعرض رح يكون سبيسياليزي لكل شيء لوحات فنيه خاصه بتام البحر، دونك في عنا ارتيست كثير كبار وكثير مهمين عم بيكونوا موجودين تحت معنا. اكيد في يوميا عدة بروجرامات، في عنا باندات عم بدقوا، في إذا بدك الجو رح يكون كتير فن وعجقة وصاخب، دونك رح يكون كتير حلو. فإذا كبار وصغار ممكن إنه يكونوا عم بيتمتعوا بشو من هالنوع. صح. طبعا بوتس قلنا ماركات، طبعا كل العالم عم تكون معروضة أو أغلبية الماركات عم تكون معروضة؟ كل الماركات عم تكون معروضة، في عنا من إيطاليا، من اليونان، من كل الأحجام، أمريكا، كل الأحجام. إيه مزبوط، وكل الأسعار كمان. نرجع نشوف شوي الأجواء بالبوت شو. في صعوبات عم تواجهكم بالتنظيم عادة لشو من هالنوع، بما إنه هالقد فيها يعني تفاصيل مهمة وأوراق قانونية وإلى آخره؟ مزبوط، نحن لا كتنظيم ما بنواجه صعوبات لانه عندنا خبره اكثر من 30 سنه. الصعوبه اذا بدك والتحدي الكبير يلي كنا رح نواجهه واللي كنا عم نواجهه، انه عم نحضر لمعرض بظل وضع بالبلد يلي كان مش ثابت، بس قدرنا نتخطيه والحمد لله المعرض ناجح. اهلا وسهلا فيك ريان عماد من الاي اف بي. فاذا معرض البوت شو رح يكون هالمره بمرفق بيروت بير 1 رصيف رقم 1 ب 14 الشهر لا 18 الشهر، كل يوم من 5 ل 10. صح. اهلا وسهلا فيك. ميرسي. مشاهدينا واقفه هلا ومرجعه.